أكاديمية الأسرة هذه نشأت من هذه القضية. أكاديمية الأسرة فكرة بسيطة هي الأسرة. مشروع عمري وهي حياتي وهي روحي وهي دمي وهي كل شيء. أنا الحقيقة أقدم في أكاديمية الأسرة دبلومات، 5 دبلومات، دبلوم للزوجين، لوالدين، شباب، فتيات، أطفال. يا سلام. أعطيك مثال، مثلا الشباب لما قدمنا دبلوم الشباب ما جئنا كذا وجلسنا مجموعة من بالله إيش رأيكم إيش نقدم لهم، لا، رحنا إلى النتاج العالمي، اليونسكو إيش جلسة تقدم، اليونسيف إيش جلسة تقدم، اليونسكو إيش جلسة تقدم، تمام. جئنا للدول العربية اللي معتنية بالشباب، ثم بعد ذلك قلنا والله أنسب شيء لهذه المرحلة هو التالي، وأنه ينبغي للشاب أن يتلقى في فترة معينة 9 محاور كبرى تحتها 45 دورة يتلقاها حتى نبني شاب صحيح. الأكاديمية هي عبارة عن أكاديمية أسرية، تعليم عن بعد، تبني ثقافة أسرية ل5 شرائح السابقة بلغة مناسبة لكل فئة عمرية. والذي يريد يعرف أكثر عنها كيف ممكن؟ مواقعنا، موقع الأكاديمية إن شاء الله سينطلق، أنا ما أدري البرنامج هذا متى سيبث، لكن هو إن شاء الله في شهر 4 هجري إذن سيبدأ التسويق الأكاديمية، سيعرض إن شاء الله قبل وقتك إن شاء الله. زين. بأمر الله.